السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباحكم وارد. اليوم عندنا وقت فاضي شوي، بعطيكم طريقة لتجذير النباتات غصبا عنها بإذن الله. بإذن الله بطبع المجذر، يعني الخلايا المريستيمية الموجودة. شوف هذه قطعتها الحين، بخليها تزرع مورينجا خلال يومين ثلاثة أيام. نجيب معروف أنه نفثيل أسيتيك أسيد، هذه مادة تخلي شوية أحماض أمينية، تخلي الجذر يطلع غصبا عنه. هي المادة هذه هي يسمونه مجذر. باخذ منه شوي. شوفوا هذا هو، هذا المجذر لونه كذا. المفروض احطها زي ما هي كذا 2 سنتي واحطها في التربه، لكن لا، انا بحطها في المويه يوم ولا يومين. حاط هنا شويه بي ان كي اللي هو سماد مركب، وحاط وجاء اللي لونه وردي، هذا يقتل الربيه. احنا مناطقنا في تامه فيها ربيه فاقتله. حاط شويه كبريت للتعقيم، وحاط شويه جبس، وحاط بتموس بسيط بس على اساس تكون المحلول محلول مغذي للتعقيل. واجيب مجموعة. طيب هذه هي سلخة اللحاء، على اساس اذا سلخت اللحاء تجي اوامر انكم كونوا جذور. اذا كان اللحاء موجود تجي اوامر من اليخضور انها ما تزال ساق، انا ابغاها تجي اوامر انها تصبح جذر. وعندي المجموعة هذه كلها، سلختها وما سلختها كلها تمشي، لكن كذا يكون التجذير اسرع. اصب المواد الخمس هذه في المحلول وابدا احركه على بال ما يصير محلول فيه المجذر وفيه الكبريت وفيه كل حاجة، لتسريع عملية التجذير. بطبع قوة أي نبتة في الحياة بالتجذير. كل ما قويت الجذور أعطيتها فسفور. الفسفور يا جماعة احفظوها مني، النيتروجين يعطي ورق، اليوريا والبوتاسيوم يعطيك زهور ويعطيك إثمار قوي، تعطيها قبل الإزهار وقبل الإثمار. والفسفور يعطيك تجذير جذور. أنا الحين لأنها ما هي شجرة أحتاج أعطيها منشط للخلايا الميريستيمية، أحط هذه لمدة يوم تقريبا، وبعدها نقولها إن شاء الله في المشتل وتشوفون كيف تصير إن شاء الله. أحطها مباشرة. بالمناسبة عقلتين أو ثلاث تكون تحت، يعني هذه عقلة نسميها، محل ما طلعت الورقة هذه نسميها عقلة، هنا عقلة، ما شاء الله، هذه عقلة، فوقها عقلة، وهكذا تسلخ ثنتين ولا ثلاث عقل عشان تطلع منها جذور بالسرعة. أنا والله ما أصلح دعاية لشركة من الشركات ولا شيء، هذه هي المادة الهرمون اللي يساعد على تنشيط الجذور. تنقع فيه وجاف وتحطه على طول في الكيس الأسود، راح تزرع والله يجعلها صدقة لكل واحد يزرع بهذه الطريقة، يكون جزء من الحسنات فقط. وصلحوا مشاتل في البيت، واشتلوا الأشجار اللي تعجبكم، شجرة كبيرة اشتل منها، خذ منها عقل، ازرعها جنب أمها، وتصدق لوجه الله. السدر بالذات يا جماعة يجب أن نتصدق ونكاثر منه بشكل كبير، أجر وعمرها 700 سنة. تخيل كم الأجور تجيك لو زرعت أشجار زي كذا. التوت يمشي، التين يمشي، المورينجا تمشي، معظم أشجار الليمون يمشي، كل أشجار نظام التعقيل يمشي. جزاكم الله خير، محبكم أحمد بدوي.